لو كرم الإسلام المرأة لرأينا الآثار الإيجابية لذلك التكريم على مدى 14 قرنا من الزمن. الإسلام لم يكرم المرأة، لكنه شوه مفهوم التكريم. أخي رشيد، عندما أسمي هذا القلم سكينا على مدى 14 قرنا من الزمن، لن يصبح سكينا، لكنه سيظل قلما. الإسلام قلب المفاهيم وأجبر أتباعه عنوة على أن يروا في النقيض نقيضه، على أن يروا في القتل وجز الرقاب تسامحا، في سبي النساء رحمة، في سرقة الغنائم حقا، في مفاخذة طفلة صغيرة زواجا. وبذلك خرب البناء الفكري للأمة التي تتعامل باللغة العربية، وأنتج إنسانا لا يستطيع أن يميز بين النقيض ونقيده، إنسانا مشوش الفكر، مضطرب العقل، عقيما كالأرض العاقر التي لا تنتج ولا تثمر. ولنا في الواقع الإسلامي خير دليل على ذلك. نكاح النبي محمد للطفلة عائشة لم يكن تكريما لطفولتها. نكاح محمد للسيدة زينب زوجة ابنه بالتبني بعد أن رآها عارية ووقعت شهوتها في نفسه لم يكن تكريما لسيدة متزوجة. نكاح محمد للسيدة اليهودية صفية وهو في طريق عودته من الغزوة التي قتل بها أباها وأخاها وزوجها لم يكن تكريما لها، وقس على ذلك كل زيجاته. اتهام المرأة بأنها ناقصة عقل ليس تكريما لها. اعتبار المرأة مما ملكت اليمين ليس تكريما لها. فالإنسان ذكرا كان أم أنثى هو ملك لخالقه، ولا يحق لإنسان أن يمتلك إنسانا آخر. استعباد المرأة سقط بإنسانيتها إلى ما دون مستوى الحيوان. ناهيك عن قوانين التوريث والشهادة في المحاكم وضرب الزوجة إذا رفضت الذهاب مع زوجها إلى الفراش وجرائم الشرف. محمد قال في أحد أحاديثه: ثلاثة تفسد الصلاة: المرأة، الكلب الأسود، والحمار. هل يفكرون قليلا؟ هل يعرفون بأن الله اختار جسد المرأة ليكون المكان الذي يمارس فيه أعلى درجات إبداعه، ألا وهي الخلق؟ أليس من الأخلاق بمكان أن نمنح ذلك الجسد نوعا من القدسية بدلا من أن نوصمه بالنجاسة؟ بخصوص هؤلاء المثقفين الذين يدعون بأن الإسلام كرم المرأة، لا أرى فيهم إلا كمن يحاول أن يطارد أرنبين يركضان في اتجاهين مختلفين لن ينالا أيا منهما. فهم من جهة يحاولون أن يقنعوا القارئ أو المشاهد بأنهم ليبراليون ويناصرون حق المرأة وتقدميون، ومن جهة أخرى يحاولون أن يكسبوا رضا رجال الدين وأتباعهم بالادعاء أن الإسلام كرم المرأة. سيثبت لهم التاريخ بأنهم لم يكونوا مثقفين، ولكن كانوا ولم يزالوا مضللين. أعتقد في البلاد العربية بالذات لا تستطيع أن تقول لا توجد علاقة على الإطلاق بين وضع المرأة وبين الإسلام، بمعنى أنك لا تستطيع أن تنفي نفيا قاطعا وجود علاقة بين وضع المرأة وبين الإسلام، لأن الإسلام عقيدة شمولية تدخلت في التفاصيل الدقيقة لحياة الإنسان، اعتبارا من طريقة دخوله للمرحاض، وحتى لا تؤاخذني طريقة مسحه لمؤخرته، باعتبار الإسلام دين عربي استطاع أن يطمس لدى الشعوب الناطقة باللغة العربية ثقافاتها وعاداتها وتقاليدها أكثر مما استطاع أن يفعل ذلك في البلاد الإسلامية
غير الناطقة باللغة العربية. لذلك في الوطن العربي تحديدا وضع المرأة هو ناتج حتمي لما تكرسه التعاليم الإسلامية. ولكن أؤمن إيمانا مطلقا بأن العقيدة الإسلامية جاءت لتخدم محمد ولتشرع أهواءه وشهواته. ولنا في قول السيدة عائشة: أرى الله يسارع لك في هواك، ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. إذن هذه العبارة التي قالتها ببراءة وبصدق وبعفوية تجسد الغاية التي وضعت من أجلها العقيدة الإسلامية. لقد حلل الإسلام نكاح الرضيعة كي يبرر نكاح محمد لعائشة. لقد حرم الإسلام التبني لكي يبرر نكاح محمد لزوجة ابنه بالتبني، علما بأن ذلك الأمر كان مرفوضا في أخلاقيات العرب ما قبل الإسلام. لقد حلل الإسلام سبي النساء وهتك أعراضهن كي يبرر نكاح محمد للسيدة صفية بعد أن قتل زوجها وأباها وأخاها في نفس الليلة. هل تتصور بأن امرأة على سطح الأرض تشهد بأم عينيها مقتل زوجها وأبيها وأخيها وتعتنق دين قاتلهم في نفس اللحظة وتنام مع القاتل؟ هل يمكن عقل بشري أن يتقبل تلك القصة؟ شخصيا لم أعاني، ولكنني شهدت الكثير من الجرائم بحق المرأة ارتكبت في محيطي العائلي وفي محيطي العملي. بحكم كوني طبيبة دخلت بيوتا لم تدخلها الشمس، وشهدت بأم عيني الكثير من الجرائم التي ارتكبت بحق المرأة تحت سطوة التعاليم الإسلامية. في محيط العائلة ابنة اختي اجبرت على الزواج من ابنة عمتها وهي على ابعد تقدير في 12 من عمرها، وكان هو فوق 40. عاشت معه جحيما لا يطاق، وعندما أحست بأنه لا مهرب لها من ذلك الجحيم انتحرت. حرقت، أولعت النار في نفسها وتحولت في دقائق إلى رماد تاركة 4 أطفال ورائها.